فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت بلال وجاي تاني، انسى كل هموم حياتك، يلا نروح لكوكب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. أخوي وحبيبي، يعني أكيد كل واحد فينا بيحلم كل يوم هنطلع أنهي كوكب بكرة إن شاء الله، ويا ترى ممكن يكون لينا بفضل الله قصر في كل كوكب. خلي عندك أمل، كنا الحلقة اللي فاتت بنتكلم عن كوكب الأمل، خلي عندك أمل إن يكون لك في كل كوكب قصر إن شاء الله، وإنك تكون قريب أو من النبي. ودايما بذكرك بالحديث دوت حينما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا؟ أكيد محتاجين إن احنا يعني نتأسى بالنبي ونسير على أخلاق النبي، وفوق ده كله كمان إن احنا نثبت على هذا الخلق ونثبت على هذا الدين. عشان كده النهاردة يلا نركب سفينة الفضاء ونطلع بسرعة على كوكب كلنا محتاجينه في كل لحظة في كل حين لحد آخر لحظة في حياتنا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الكوكب اللي قدامنا النهاردة هو كوكب الثبات. ربنا يرزقني وإياكم الثبات. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. صاحب أثبت قلبه وصاحب أطهر قلب بيسأل ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يثبت قلبه على دينه سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي، تعال نشوف سكان الكوكب ده، وتعالوا نشوف أصحاب الأصول اللي في الكوكب دوت. الحقيقة الحاجة العجيبة جدا إن أول قصر لقيناه في الكوكب ده كان قصر امرأة. لك تتخيل عشان تعرف قد ايه قدر المرأة في ظل دين الله. المرأة نصف المجتمع وتلد لنا النصف الآخر. ربنا يحفظكم جميعا ويجمعنا وإياكم على الخير وعلى الطاعة. كان أول قصر مزين الكوكب ده قصر آسية، امرأة فرعون. يا الله، فاكر حضرتك امرأة فرعون؟ امرأة فرعون، فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. ورغم ذلك زوجته تطلع مؤمنة وتبقى مثل لكل مؤمنة، وفوق ده كله ربنا خلد ذكرها في أعظم كتاب ألا وهو القرآن الكريم. قال جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. الله، قصة امرأة فرعون الحقيقة ان سبحان الله لما سيدنا موسى عليه السلام امه سابته في التابوت ووصل التابوت لقصر فرعون، الجنود خدوه ودخلوا بيه على امرأة فرعون وكانت واقفة مع فرعون، فاول ما شافته فرحت بيه جدا وقالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. خد بالك، فقال لها فرعون: قرة عين لك انت، اما لي فلا. سبحان الله، فهداها الله عز وجل بحبها لموسى عليه السلام. خد بالك، فأسلمت امرأة فرعون وأصبحت مؤمنة ولا يدري فرعون. فلما أخبر فرعون وعرف إن هي أسلمت لله سبحانه وتعالى ظل يعذبها عذاب شديد جدا. زوجة فرعون اللي هو كان يعتبر أكبر ملوك الأرض في هذا الوقت أسلمت، يا خبر أبيض، دي كانت بالنسبة له مصيبة كبيرة، لأنه كان بيعتبر نفسه إله من دون الله سبحانه وتعالى، وكان يعني يقول لهم: ما علمت لكم من إله غيري. فاستخف قومها فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يقدر ربنا سبحانه وتعالى إنها تعذب في الشمس، فإذا عذبت جاءت الملائكة وظللتها بأجنحتها. الله أكبر على الكرامة العظيمة. وسبحان الله، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يلهمها بهذا الدعاء الجميل، قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، واختارت الجار قبل الدار، قالت: ابن لي عندك أنت يا رب. ولذلك دلنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ان احنا لما نسال الجنه نختار برضو الجار قبل الدار. قال: فاذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى. ليه يا رسول الله؟ قال: في اربع حاجات، اول ثلاثه ما يهمناش والرابعه المهمه. قال: فانه اعلى الجنه واوسط الجنه ومنه تفجر انهار الجنه وسقفه عرش الرحمن. جارك هو الحق جل وعلا سبحانه وتعالى، تكون جارا لربك جل وعلا.
تكون في جوار ربك نعمة عظيمة ما بعدها نعمة بفضل الله سبحانه وتعالى. فهي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فاختارت الجار قبل الدار سبحانه وتعالى. يعني لما يكرم عبد من عباده ربنا بيلهمه بالخير حتى الذي يدعو به بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما دعت المولى عز وجل أظهر لها قصرها في الجنة. في اللحظة ديت كان فرعون أمر الجنوب بتوعه لما يئس منها أنها خلاص ما زالت مسلمة ولا يمكن ترجع أبدا عن إيمانها، أمرهم أن ينقوا عليها صخرة عظيمة لتموت. فلما ارتفعت الصخرة في الهواء وقبل ما توصلها ابتسمت، ليه؟ لأنها رأت قصرها في الجنة، فظن الناس أنها قد جنت. وقبل أن يصل إليه الحجر وقبل أن يصل إليه الحجر فاضت روحها إلى بريها جل وعلا، وماتت امرأة فرعون شهيدة بفضل الله سبحانه وتعالى، وكان لها هذا القصر في الجنة، وكانت مثلا لكل مؤمنة، ويكفيها ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها كما في الصحيحين قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح قال: حسبك من نساء العالمين بأربع، يكفيك من نساء العالمين أربعة فقط، دول هم الكمل من نساء العالمين. قال: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، ده كان أول قصر يقابلنا في كوكب يعني هذا الكوكب العظيم كوكب الثبات. تعالوا نشوف القصر الثاني اللي بعديه على طول، والقصر الثاني كان جنبه بالظبط لأن هم كانوا قريبين جدا من بعض، كان قصر ماشطة ابنة فرعون. سبحان الله، ابنة فرعون، فرعون طبعا يعني آسية لم تنجب، لكن فرعون أكيد كان ليه زوجة تانية عشان كده دي بنته منها. سبحان الله، بنت فرعون كان لها ماشطة، هي اللي بتمشط لها شعرها زي بيسموها النهاردة المربية، بتسرح لها شعرها وتزبطها وتزينها وتلبسها وتهندمها وكده. يعني ماشطة ابنة فرعون لما أسلمت آسية امرأة فرعون أسلمت معها ماشطة ابنة فرعون، في السر طبعا ما حدش يعرف. والماشطة كان عندها أربع أو خمس أولاد، خمس أولاد كانوا مطلوبين معها في القصر، كان لها مكان طبعا لوحدها في القصر، وكانت هي بتتابع ابنة فرعون وتهتم بيها. فمرة من المرات وهي بتسرحها، خد بالك، وطبعا كان سبب القصة دي ايه؟ كان سبب القصة دي اخويا حبيبي ان النبي في رحلة الاسراء والمعراج وهو بيعرج به من الارض الى السماء السابعة شم رائحة اجمل من اجمل رائحة شمها النبي في الدنيا صلى الله عليه وسلم. فقال لجبريل عليه السلام: ما هذه رائحة طيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون واولادها. قال: وما شأنها يا جبريل؟ فقص عليه جبريل عليه السلام حكاية ماشطة ابنة فرعون. قال له أن هي في يوم من الأيام وهي بتمشط شعر ابنة فرعون وقع منها المشط، فنزلت على الأرض وبتاخد المشط وقالت: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: أبي؟ يعني بسم الله اللي هو أبي؟ فقالت: لا، بل ربي وربك ورب أبيك الله جل وعلا. فالبنت قالت لها: إذن اخبروا ابي، هروح اقول لبابا ان انت بتعبدي اله من غير ابويا. فقالت لها: اخبري. فراحت قالت لفرعون، قالت له: يا بابا ولا يا دادي، ده المشطة بتاعتي بتعبد اله من غيرك، يعني انت كده تبقى اله تيواني، يعني ما ينفعش يعني. فالمهم ففرعون شاب اتجنن، ازاي في حد في القصر بتاعي بيعبد حد غيري؟ فراح بعت لها: صحيح الكلام ده مشطة البنت؟ قالت له: ايوه، انا بعبد ربي وربك الله. طب يا علي، طب بلاش الكلام دوت، طب مش عارف ايه. المهم هي اصرت على رايها طبعا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا كان الايمان بيوصل لشغاف القلب ان هو يتخلى عن قضيه العقيده والايمان بالله وتوحيد الخالق سبحانه وتعالى، ده لا يمكن ابدا. فالمهم فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان فرعون قال لها: خلاص، اذا اقتلك انت واولادك. قالت له: طيب، ليه طلب بما لي عليك من حق؟ انا عماله بربي بنتك من وهي طفله صغيره لحد ما كبرت وبقت عروسه، ليه عليك حق؟ قال لها: ليك علي حق. قالت له: ليه طلب واحد، ان انت بعد ما تموتني انا واولادي تجمع العظم بتاعي انا واولادي وتدفننا في قبر واحد. قال لها: هذا لك بما لك علينا من حق. وقدر ربنا سبحانه وتعالى انه يجعل لها مكان كده زي التنور او الفرن او المهم مكان هينزلوا ايه يتحرقوا فيه. واخذ ابنها الكبير وقدمه، والولد نزل واتحرق قدامها، واخد بالك، حتى يقال ان هو حط لهم بحاجه زي الزيت المغلي، فبمجرد ما الولد بينزل تنفصل اللحوم عن العظام وهي شايفه المنظر ده قدامها، وشياط رائحه جلد او لحم الولد هي شماها.
والمرأة تكاد أن تتفطر، تكاد أن تموت، ابنها ضناها حبيبها وهو بيتخطف قدام عينيها، وهي عمالة شايفة ابنها وهو بيتحرق وهو بيموت قدام عينيها، وهي تقدر تنقذه بأنها تقول كلمة الكفر ولو من وراء قلبها ومعها رخصة. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن أبدا خدت بالعزيمة وفضلت أن هي وولادها يموتوا في سبيل الله على أنها تنطق كلمة الكفر. ابنها مات قدامها وكأن بها، وهي بتتذكر بقى الطفل ده هو صغير ولسه مولود، وهي بترضعه وهي بتطبطب عليه وهي بتنيمه وهي بتأكله وهي بتدفيه وهي وهي وهي، ودموعها نزلت على خدها. وفجأة جه الأمر التاني من فرعون بكل جبروت، الولد التاني يترمي في الزيت المغلي. خدوا الولد التاني اللي هو أصغر منه ورموه قدامها، والولد بيصرخ يا أمي الحقيني، يا أمي انقذيني، يا أمي. والأم بتتفطر هتموت. لك أن تتخيل أم مش ابنها بيتحرق أو بيموت بعيد عنها، لا بيموت قدامها وبسببها، يعني هي بتعتبر نفسها السبب، فعشان كده قلبها بيتقطع. سبحان الله. وترمى الولد الثاني قدام عينيها وهي عمالة تنطق أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وعمالة تنطق كلمة التوحيد وبتدعو ربنا أن ربنا يثبت قلبها قدام الموقف العصيب ده. ويجي الأمر الثالث من فرعون ويأخذ الولد الثالث ويشد في لبس أمه ويقول لها يا أمي ارحميني، يا أمي انقذيني، يا أمي ما تسيبنيش أموت. والأم قلبها بيتفطر، هي قضية توحيد يا ابني، قضية توحيد وإيمان يا ابني، إما الإيمان إما الكفر، والنار ديت أهون من نار الآخرة. وإذا بالولد الثالث يقتل قدام عينيها، ويجي الأمر الرابع بالولد الرابع وياخدوه قدام عينيها وهو بيصرخ وبيبكي يا أم حرام عليك أنت عايزاني أموت زي إخواتي ما بيموتوا، وياخدوا الولد ويرموه قدامها لحد ما مات. بس كانت آخر ولد، كان هي دي التجربة الأليمة اللي كادت امرأة اللي كادت مشطة فرعون ابنة فرعون ان هي تنزل بقى وتتنازل تماما بعد ما فقدت 4 من اولادها، كادت ان هي يعني تهدم كل اللي عملته وتكفر بالله عز وجل. ايه اللي حصل؟ الطفل الخامس كان بيرضع من ثديها، فجم يخطفوه فما قدرتش فراحت شداه، وبعدين جم يشدوه مره تانية فراحت شداه مره تانية، مش قادرة يعني طب انتوا موتوا الأربعة، طب سيبوا اللي بيرضع ده، يعني أنا مش قادرة أتخلى عنه. وانتوا عارفين الطفل الوليد بيبقى يعني له مكانة في القلب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يقرب لنا الصورة ويقول لنا مدى سعة رحمة الله فقال لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. الرضيع بالذات ليه مكانة في قلب الأم لا تكاد تنسى أبدا، كأنك بتقطع حتة من قلبها، كأنك بتقطع قلبها كله. فلما الأم تقاعست وكادت أن تنطق كلمة الكفر وإذا بالحق جل وعلا، شوف رحمة ربنا ورحمتي وسعت كل شيء، بأنت يا مشطة ابنة فرعون تعملي ده كله وربنا يتخلى عنك؟ لا يمكن أبدا ربنا يتخلى عنك، ربنا هيثبتك في الموطن الصعب ده وفي الموقف الصعب ده. وإذا بالحق جل وعلا ينطق هذا الطفل الرضيع ويقول يا أمة اثبتي، وفي رواية يا أمة اصبري، وفي رواية أم اقتحمي اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقامت الأم وفي حضنها هذا الطفل الرضيع وألقت بطفلها وبنفسها في الزيت المغلي فماتوا جميعا، وأمر فرعون بجمع عظام هؤلاء جميعا ودفنهم سويا. فلما فاحت رائحة شواء لحوم هؤلاء شم النبي رائحة عطرها في السماوات السبع وقال ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ قال هذه رائحة مشطة ابنة فرعون. أختي الفاضلة، شفت مشطة ابنة فرعون ضحت بيه بولادها الخمسة وبنفسها عشان كلمة لا إله إلا الله. وإحنا النهاردة مش طالبين منك تعملي كده، بنقولك بس البس حجاب، بنقولك بر أمك وأبوك، بنقولك أطيعي زوجك، بنقولك خليكي رقيقة، خليكي إنسانة دينة، خليكي اذكري ربنا، اقري القرآن، صومي، صلي، اعبدي ربنا، خلي عندك أخلاق، ما بنطلبش منك المستحيل. سبحان الله. ده كان القصر الثاني، قصر مشطة ابنة فرعون. تعالوا نشوف القصر الثالث برضو كان ليه علاقة بالقصر دوت، كان قصر سحرة فرعون. فرعون لما أراد إن هو يناظر سيدنا موسى جمع السحرة من كل مكان وأمرهم أنهم يجتمعوا في مكان عام،
وخلاص هينظر سيدنا موسى، وهم بقى ألقوا حبالهم فالحبال انقلبت إلى ثعابين، وطبعا ده كان سحر تخيل، ويعني سحروا أعينهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يعني هو ما كانش سحر، ما كانش حقيقة فعلا، لكنه كان سحر للأعين، إنما هي الحبال زي ما هي حبال، بس هم الناس شايفينها تعابين. فموسى عليه السلام لما ألقى العصا بتاعته انقلبت إلى حية الحقيقية والتقمت كل الحيات. في اللحظة دي السحرة هم اللي عارفين بقى السر في الموضوع ده، فانقلبوا جميعا إلى إيه؟ إلى يعني من ناس كفار وسحرة عياذا بالله إلى شهداء أبرار، إلى ناس ساجدين لله سبحانه وتعالى وخروا لله سجدا بفضل الله سبحانه وتعالى. ما كان من فرعون إلا أنه كاد أن يجن، وقال آمنتم به قبل أن آذناكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم، اسمع الكلام العجيب، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. كان الرد الحاسم الجازم اللي ليس فيه أي هوادة ولا أي رجوع ولا أي انتكاس ولا أي تأخر أبدا. في لحظة واحدة سحرت فرعون انقلبوا إلى أناس مؤمنين وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قادر، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. الله، لو تعرضت لأي فتنة وأرادوا منك أن تتنازل عن أمر من أمور دينك، قول فاقض ما أنتم أو فاقض ما أنت قادر، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنت هتتحكم في إيه؟ في أمور الدنيا اعمل اللي أنت عايزه. خدت بالك؟ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. شوف الآية مختومة بإيه؟ والله خير وأبقى. الله أكبر، والله خير وأبقى. تعال نشوف القصر اللي بعد كده، لأن أكيد حضراتكم عايزين تعرفوا كم قصر موجودين على الكوكب ده. قصور جميلة جدا وكثيرة جدا بفضل الله في هذا الكوكب العظيم. قصر أصحاب الأخدود. وطبعا حضرتك عارف قصة أصحاب الأخدود، مش أحكيها كاملة لكن ممكن أقولها في عجالة سريعة. إن كان في ملك، والحديث في البخاري ومسلم واللفظ المسلم، إن كان في ملك عنده ساحر. الساحر ده كبر في السن ولكن رغم ذلك مش عايز يبطل سحر. يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن الساحر طلب من الملك إنه يجيب له غلام يعلمه السحر عشان يفضل الغلام ده معاه العمر كله. جاب له غلام ما شاء الله نبيه جدا وما شاء الله ومثقف وعنده فطنة كده وذكاء، فجابه وبدأ يعلمه السحر. الغلام وهو رايح من بيت أهله لحد الساحر كان بيعدي على راهب. الراهب فتح البيت الصومعة بتاعته وقاعد يعبد ربنا. الغلام سمع كلمتين منه عجبوا الكلام، لأن كان كله بيفيض بكلمات التوحيد، وكانوا الرهبان في هذا الوقت كانوا مثلثة لكن هذا الراهب كان موحدا بفضل الله سبحانه وتعالى. دخل سمع منه كلمات التوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى، خلاص أسلم لله جل وعلا وبدأ ينشر هذه الدعوة المباركة. فكان لما يتأخر على الساحر يقول له، يعني يتأخر على الساحر والساحر يضربه، يقول له حبسني أهلي، هم اللي عطلوني. وكان لما يروح لاهله يقول لهم حبسني الساحر، لان هو ايه الراهب قال له كده عشان بس ما يتضربش لا هنا ولا هنا، لانه كان بيقعد وقت كبير جدا مع الراهب. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى يتمر الايام وينكشف امر هذا الغلام، ومع ان الراهب قال له لو انكشفت اوعى تخبر الناس عني، لكن غصب عنه عند المحن تنفسخ العزائم ما قدرش يستحمل وراح دلهم على ايه على الراهب. فلما جاء بالراهب قيل له ارجع عن دينك، فابى فشق الى نصفين ومات. وجيء بجليس الملك، جليس الملك ده كان راح للغلام وقال له أنا سمعت أن أنت بتبرئ الأكمه والأبرص وتفعل كذا وكذا وكذا. قال له هذا لا أفعله، إنما الذي يفعله هو الله سبحانه وتعالى، الله قادر على كل شيء، فإن أردت أن أرد عليك بصرك فآمن بالله وسوف أدعو الله أن يرد عليك بصرك. فآمن جليس الملك اللي هو كان قريب من الملك جدا، تمام، وأسلم لله جل وعلا ودخل على الملك وهو مبصر. قال له من الذي رد عليك بصرك؟ قال الله. قال ولك إله غيري، وراح واخده وراح قتله. فضل مين؟ فضل الغلام. شوف بقى الثقة واليقين والثبات. غلام صغير يعني سنه ما يعديش 9 سنين، 10 سنين يا سيدي، فاهم ازاي؟ سبحان الله، يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الملك راح امرهم. طبعا هو حاول بقى انه يعني يخلي الغلام بقى برضه يبقى ساحر معاه، لكن الغلام ابى، رفض تماما. فقال لهم طيب خذوه فوق الجبل وعرضوا عليه ان يرجع عن دينه، فان رجع فبها ونعمة عين، وان لم يرجع فالقوه من ايه؟ من قمة الجبل. طلعوا بيه فوق الجبل، ها ترجع عن دينك؟ قال لهم مش راجع. فلسه هيموت، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، دعاء دعاء ويقيم في الله سبحانه وتعالى. فاهتز الجبل. ايه الواقع اللي ممكن يحصل في الموقف ده يا جماعه؟ جبل بيتهز، طفل موجود عليه ومعاه مجموعه رجال، مين اللي يقع؟ الطفل. لكن لا، الرجاله كلهم وقعوا وبقي هذا الغلام.
فعاد الى الملك. طب ايه اللي خلاه رجع للملك مع انه عارف ان الملك عايز يقتله؟ ثبات على الدين، هو عايز يضحي بنفسه وبحياته في سبيل ان الامه كلها تحيا على التوحيد، وده اللي حصل بالفعل بذكاء شديد جدا ويقين وثبات على هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. الغلام رجع للملك قال له ايه ده؟ ما فعل اصحابك؟ فين الشرطه اللي انا كنت بعتهم معاك؟ قال كفانيهم الله. فراح بعت له شرطه تانيين وقال لهم خذوه في قرقور، قرقور يعني مركب صغير، واطلبوا منه ان يرجع عن ديني، فان ابى فالقوه في ايه؟ في النهر. خدوه في النهر كده وقالوا له ها ترجع عن ديني؟ قال لهم لا، لسه هيرموه في النهر. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتجفت المركب وجاءت امواج عاتيه، خد بالك كلهم وقعوا في الميه الا هو بقي سليما وعاد الى الملك مره ثالثه. واذا بهذا الغلام يقول للملك ايها الملك انك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما امرك به. فقال افعل ما تامرني به؟ معقول حتة غلام صغير هيأمرني أنا؟ ده أنا الملك. قال له والله لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما أمرك به. الملك يئس خلاص، الغلام لا عايز يشتغل معايا ولا في نفس الوقت عايز إيه؟ عايز إن هو يعني مش عارفين نقتله حتى، يعني لا هيبقى معايا ساحر ولا هي ولا عارفين نقتله. قال خلاص ما دام هو هيدريني إزاي أقتله نقتله بقى وخلاص نخلص نفسنا. فقال اجمع الناس في صعيد واحد، اجمع الشعب كله في صعيد واحد، ثم خذ سهما من كنانتي واصلبني، حطني على صليب كده من خشب، وخذ سهما من كنانتي، من كنانة بتاعتي أنا مش من عندك أنت، عشان الناس تعرف إنها من عندي أنا، وضع السهم في كبد القوس وقل أمام الناس جميعا بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك فإنك ستقتلني لا محالة. الملك كان في قمة الغباء، لأن هو لو كان ساب الغلام يدعو إلى الله وقليل من عبادي الشكور، كان قليل جدا اللي هيسلموا مع هذا الغلام، واخد بالك؟ انما هو اصر على قتله، فكان بقتل الغلام سبب في اسلام الامه كلها بفضل الله. اخذ الغلام وجمع الناس كلها في صعيد واحد، والملك واقف وحوالينه الوزراء والحاشيه واخد بالك؟ وقام واخد ايه؟ سهم من كنانه الغلام قدام الشعب كله، والشعب كله عارف ان الملك حاول اكتر من محاوله لقتل الغلام وما قدرش. فأخذ الكنانة السهم من كنانة الغلام وقال بسم الله قدام الناس كلهم، بسم الله رب الغلام، فضرب السهم فوقع في صدغ الغلام فقتل الغلام. فالناس قالوا الله، يعني الملك بتاعنا اللي احنا بنعبده ما قدرش يقتل الغلام، ولما قال بسم الله رب الغلام قتل الغلام، يبقى أكيد هو ده الرب الذي يستحق أن يعبد. قالوا جميعا على قلب رجل واحد آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. وإذا بالملك يفزع، يفزع إزاي كل دول يؤمنوا؟ ده أنا كنت خايف إن 5 6 ولا 10 يؤمنوا مع الغلام، الشعب كله أسلم. وإذا بالوزراء قالوا قد وقع ما كنت تحذر، اللي أنت كنت خايف منه أهو وقع، كلهم أسلموا. فما كان منه إلا البطش والتعذيب، خد الأخاديد الحفر على أفواه السكك كلها، ما خلاش ولا طريق يخرج من المدينة إلا وفي حفر، والجنود واقفين ومولعين في النار. كل من يريد أن يهرب من البلد أخذوه وألقوه، تسلم ولا لا؟ تكفر ولا لا؟ قال ما كفرش، وكلهم ثبتوا، ولا واحد في هذه البلد كفر بالله أبدا، الكل أسلموا والكل مات على الإسلام. فبقى يسألهم تكفر؟ يقولوا مش أكفر، يقوم رمي على طول فين؟ في النار. فينزل، كانت هذه النار كما قال ابن عباس كانت كالنار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام، كانت عليهم بردا وسلاما بفضل الله سبحانه وتعالى. إلى أن جاء الغلام، إلى أن جاء آخر واحد أو آخر واحدة، كانت امرأة برضو كان معها طفل صغير، وتقاعست وكادت أن تكفر وأن ترجع، وإذا بالحق جل وعلا ينطق هذا الطفل ويقول يا أمة اصبري فإنك على الحق، فألقت بنفسها في النار بفضل الله سبحانه وتعالى، كانت شهيدة بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف موقف من مواقف الثبات أيضا، موقف سيدنا أبو بكر الصديق عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حكى موقف صعب جدا، موقف عصيب جدا، موقف الواحد لما يقعد يتخيله يا جماعه بيقول سبحان الله ايه الموقف ده وايه الثبات ده كله، واشمعنى سيدنا ابو بكر بالذات؟ طب ده سيدنا ابو بكر ده كان ارق مخلوق، كان ارق انسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي يتحمل انه يثبت عند موت النبي، عند موت حبيبه صلى الله عليه وسلم؟ موقف طبعا صعب جدا جدا لا يمكن ان يخطر على قلب بشر، ورغم ذلك يثبت ابو بكر. يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ان يموت تمر عليه فاطمه
وكان متعود النبي صلى الله عليه وسلم ان هو دايما كل ما تجيله فاطمه يقوم ويقبلها في جبينها ويجلسها بجواره ويحدثها ويبتسم لها صلى الله عليه وسلم. عرفت ان هو خلاص بيموت لما دخلت عليه ما قدرش يقوم لها ولا يقبلها، بل ظل جالسا صلى الله عليه واله وسلم. جلست جنب النبي فقال لها كلمتين فبكت، وقال لها كلمتين فضحكت. فسالتها ام عائشه بعد موت النبي بست شهور، قالت لها النبي قال لك ايه؟ قالت لها قال لي في المره الاولانيه انه قد اتاني جبريل وقد عارضني القران مرتين فما اراه الا وقد حضر اجلي فبكيت. فلما جاء في المره الثانيه وراني قد بكيت قال ابشري فإنك أول أهل بيتي لحوقا بي. وكانت فاطمة فعلا أول واحدة ماتت من أهل بيت النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فضحكت. خد بالك بقى، وإذا بالحبيب المصطفى تفيض روحه إلى بارئها جل وعلا وهو على صدر أمنا عائشة، حتى تدخل فاطمة رضي الله عنها وتقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه. وبعدين قالت لأنس بن مالك يا أنس أطابت نفوسكم أن تلقوا التراب على رسول الله؟ قال والله ما طابت ولن تطيب. قال بلسان حال والله ما طابت ولن تطيب، ولكنهم امتثال لأمر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. حتى قال أنس والله لقد رأيت النبي ليلة أن دخل المدينة والله لقد أضاء منها كل شيء، ورأيته ثانية يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد أظلم منها كل شيء، والله ما نفضنا أيدينا من تراب النبي حتى أنكرنا قلوبنا. عمر بن الخطاب لم يستوعب الموضوع، وقف وأخذ سيفه وقال رسول الله ما مات وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، فوالله لا يرجع عنا ولا يقطع عنا أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات. وإذا بعثمان بن عفان يقعد رضي الله عنه وارضاه، وإذا ببعض الصحابة يخرس ويفقد نعمة النطق، وإذا بكثير من الصحابة يغشى عليه، وإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ثاني اثنين يدخل على غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، على غرفة عائشة، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجا ببردة، فينزع البردة من على وجه النبي ويقبله ويلقي على جبينه الأنور بسمة قبلة عجيبة ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما الميتة التي كتبها الله عليك فلقد ذقتها، والله لا يزيقك الله عز وجل موتتين أبدا. ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اجلس يا عمر، فلم يجلس، فاجتمع الناس حول أبي بكر، وقال أبو بكر كلمته الشهيرة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أخوي وحبيبي الحقيقة كلامنا عن كوكب الثبات ما انتهاش، هنكمله ان شاء الله في الزيارة اللي جاية لان الكلام كتير، لكن اخوي وحبيبي قد ايه مواقف الثبات عظيمة. ربنا يثبتنا واياك على الايمان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يعني بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعد معانا يلا واملأ قلبك بالأمان.